وهذا الحديث يدل على أن السنة في صلاة الضحى أن تصلى وتترك، تصلى وتترك، هذا هو الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان يصليها وكان يتركها. لأن بعض الناس ممكن كل يوم يصلي صلاة الضحى، السنة أن تصلى وأن تترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان يترك. لو قال أنا أصلي كل يوم لا بأس، ما في مانع، كما قد يدل على ذاك حديث أبي هريرة ركعتين الضحى، وإن كان في حديث ركعتين من الضحى ما يدل على أنه يواظب عليها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على كل، يعني يصلي كل يوم ضحى كل يوم، لا. نعم.